شهد الثاني من ديسمبر في عام 1971، رفع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه علم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى على سارية العلم الموجودة في دار الاتحاد في دميرة بدبي. فكانت هذه البداية لقصة علم رفع بعد ذلك في المحافل الدولية المختلفة. وجد إعلان قيام الدولة استقبالاً حافلاً في العالم العربي والمجتمع الدولي، وأصبحت الإمارات دولة ذات سيادة وجزءاً عزيزاً من الوطن العربي الكبير، تستهدف الحفاظ على استقلالها وسيادتها وأمنها واستقرارها. ورفع علم الإمارات في جامعة الدول العربية بعد الانضمام إليها في 6 ديسمبر من عام 1971، ثم رفع في الأمم المتحدة بعد الانضمام إلى عضويتها في 9 ديسمبر من العام ذاته، لتصبح العضو 132 الذي يعترف بميثاق الأمم المتحدة. ولا يزال علم الدولة حاضراً في مجلس التعاون الخليجي الذي كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والشيخ جابر أحمد الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله يداً في تأسيسه خلال اجتماعهما في 25 مايو في عام 1981. وانضمت الإمارات للمنظمات الدولية المختلفة الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها، ورفعت علمها كعضو فعال فيها.